مرحبا بكم متابعينا، أهلا وسهلا بكم ضمن لقاء جديد من لقاءات سلسلة مبدعون، ونحن مسرورون بأن نواصل هذه السلسلة الثقافية التي من خلالها نسلط الضوء على بعض المبدعين سواء من داخل مملكتنا أو من خارجها. واليوم يحضر معي الأستاذ عبد الواحد السيتو، الروائي المغربي رائد الرواية التفاعلية بالمغرب إن صح التعبير، وأنا مسرور بأن يحضر معي اليوم، وإن شاء الله سنتناول مجموعة من القضايا حول الرواية المغربية والرواية الرقمية خصوصا، وبعض القضايا الأخرى في نفس الموضوع وصلبه. فمرحبا بك أستاذي، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أنا مسرور بحضورك معنا. شكرا جزيلا لك سي رشيد، شكرا لجمهورك وشكرا للمؤسسة على هذه الاستضافة الكريمة. مرحبا بك أستاذي، ونحن سعداء بحضوركم معنا. في البداية أستاذي، أود أن أقربك بشكل أكبر إلى المتابعين الكرام، فمن يكون الأستاذ عبد الواحد سيتو، وكيف استهوته الكتابة الروائية، وما هي الظروف والعوامل التي أدت به إلى أن يندمج ضمن هذا المجال ويكتب الرواية؟ و ربما هناك عدة عوامل ساهمت في بروز شخصية عبد الواحد سيتو، فما هي هذه الظروف؟ عبد الواحد سيتو هو واحد مواطن مغربي عادي جدا من حي شعبي جدا بمدينة طنجة، حاصل على البكالوريا في العلوم التجريبية وعلى دبلوم في الهندسة المعمارية. فالتوجه الأدبي لا علاقة له بالتكوين الأكاديمي في الحقيقة والعلمي، كانت مجرد هواية انطلقت في منتصف التسعينات من خلال مراسلة عدد ديال المجلات والجرائد والمناظر الإعلامية. بعد مدة في عام 2004 كانت أول حصيلة ونتاج ديال هذا العمل الأدبي كانت على شكل مجموعة قصصية مشتركة مع القاص محمد سعيد حجيوج. بعدها بسنة توجت بجائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء الشباب، وفي الحقيقة نعتبر هذيك هي الانطلاقة الأولى ديال التشجيعية اللي كانت يعني اتضح لي أن الأمر يستحق، ومن ثم بديت كنواصل الكتابة ديالي في القصة القصيرة خصوصا من حينها. جميل جدا، يعني كانت كتاباتك عبارة عن كتابات يعني خارج ما هو أكاديمي، خارج ما هو تكوين أدبي، كانت هواية وكان إبداع وفطرة أودعها الله في الأستاذ عبد الواحد سيتو. يعني هذه الأيام تتوازى مع توقيع إصدار جديد، رواية جديدة للأستاذ عبد الواحد بعنوان ديبا، هل هناك ما تخبرنا به حول هذا العمل وحيثياته وبعض الأمور المتعلقة به؟ وهذه هي الرواية الرابعة بعد رواية على بعد مليمتر واحد فقط، ورواية المتشرد، ورواية تنجو، وكلها روايات تفاعلية رقمية بالمناسبة، لكنها جميعا أيضا تصدر في نسخة ورقية كالعادة. هذا ما جرت عليه العادة لدي، وهو نتاج رقمي يتحول إلى ورق. هذه هي الرواية الرابعة. فحاليا في ظل الظروف التي تطبع العالم، فيروس كورونا وما نتج عنه من تعقيدات في الحركة وفي التجمعات إلى آخره، فنظمنا حفل توقيع أيضا هو كان فريدا من نوعه لمدة أسبوع، ساعتين في اليوم من 12 إلى 2 زوالا، أكون متواجدا بمقهى الثقافي الشريفة بمدينة طنجة، ويحضر القراء متفرقين ويتم توقيع الرواية بهذه الطريقة كي لا يكون هناك أي ازدحام أو احتكاك مبالغ فيه. بالنسبة للرواية ديال الديبا، هي تحكي باختصار شديد عن بطلتها، هي طبعا من طنجة، بطلتها ليلى، تحكي عن معاناة النساء المهربات في باب سبتة، وتحكي عن التجارة بالبشر بين المغرب وإسبانيا باختصار شديد كي لا أحرق الأحداث.
نعم، جميل جدا أستاذ. هنا نتوقف عند الرواية التفاعلية، يعني تعتبر رواية على بعد مليمتر واحد، أول رواية تفاعلية فيسبوكية. فهل يمكن أن تحدثنا عن هذه التجربة وكيف جاءت الفكرة وما نسبة نجاحها بالنسبة إليك؟ حقا تجربة على بعد مليمتر واحد فقط كانت طبعا عفوية في بادئ الأمر، خصوص الفصول الأولى لم تكن الفكرة ناضجة جدا حينها، كانت عبارة عن مغامرة أن تخوض كتابة رواية على فيسبوك مع تفاعل القراء ومشاركتهم. لا أحد كان سيعلم إلى ما سيؤول إليه الأمر، لكن فصلا بعد فصل ومع تحمس القراء من جميع أنحاء العربي ومشاركتهم في الأحداث وفي استطلاعات الرأي، اتضح أن الأمر له آفاق واعدة، فوصلت الرواية وتم طبعها وأيضا ورقيا، وفازت في سنة 2018 بجائزة الإبداع العربي في دبي كما لعلكم تعلمون. فأيضا هذه الجائزة، دائما يجب أن نعترف أن الجوائز يكون لها دور كبير في تحفيز الكاتب على الاستمرارية. صحيح أستاذ، يعني حينما يسمع متابع من متابعين الآن بالرواية التفاعلية الفيسبوكية، ماذا نقصد بالرواية التفاعلية؟ يعني في معناها البسيط لكي نقرب المتابعين إلى حوارنا ولكي يفهمونا بشكل أكبر. أوكي، الرواية التفاعلية هي رواية الفيسبوكية لأكون واضحا، لأن هناك رواية تفاعلية وقد لا تكون فيسبوكية، قد تكون طرق عدة للتفاعل مثل ما حدث في رواية تينجو كانت على شكل تطبيق ذكي. فالرواية الفيسبوكية التفاعلية هي رواية تكتب على الفيسبوك مباشرة فصلا بعد فصل، أي بمجرد ما يكتب الكاتب الفصل يضعه على فيسبوك، وليست هي رواية جاهزة يتم وضعها تباعا. فالكاتب بمجرد ما ينهي الفصل يضعه على فيسبوك بغرض أن القارئ يتفاعل معه، من سواء من الناحية البسيطة كاللايكات والتعليقات، أو من ناحية استطلاعات الرأي إن أراد الكاتب أن يشرك معه القارئ في أحد الأحداث، فيقترح عليه مثلا هل تفضل كذا أو تفضل كذا، يعطيه خيارات، فحسب تصويتات القراء تكون النتيجة، يتفاعل معها الكاتب ويخضع لاختيارات القراء في هذا الباب. هذه هي نعم، الرواية الفيسبوكية باختصار. نتوقف أستاذي عند هذه العبارة، يعني يخضع لرغبات القارئ. هل تعني بها أن القارئ يساهم في كتابة هذه الرواية ويتحكم في توجه الكاتب؟ لا يساهم في كتابتها ولكن يساهم في أحداثها، جميل جدا. وذلك عندما يقرر الكاتب ذلك، ولكن أراد الكاتب ألا يشركه نهائيا ويكتفي بتواجد القارئ كمعلق وكمانح للأفكار أحيانا فلا بأس، ولكن هو لا يشارك في الكتابة ولو بحرف، لنكون واضحين ولكي يتضح الفرق بين الكتابة التشاركية والتفاعلية. نعم أستاذ، يعني هذا الانتقال من الورقي إلى الرقمي، يعني نقطة التفرقة بينهما هو أن هذا الرقمي يشارك القارئ أو يتابع هذا العمل من بدايته إلى نهايته وليس يتلقاه بعد أن يكتب الكاتب وتكون الرواية أو العمل جاهزا. يعني هذا الانتقال من الورقي إلى الرقمي وكتابة الرواية الرقمية، هل في ذلك سماح بممكنات جديدة لا تتأتى للمكتوب الورقي مثلا؟ وكيف ترى أنت الرواية الرقمية بالمغرب واهتمام الكتاب بها؟ أجيب على السؤال الأول، أظن طبعا أن الإمكانات التي أتاحتها الرواية الفيسبوكية والرقمية بصفة عامة لم تكن متاحة سابقا، يعني لجيلنا هذا الحظ أنه يستطيع حاليا أن يكتب بوجود القارئ، يعني يكتب كأن الجمهور يجلس أمامه بشكل مباشر، هذه الخاصية لم تكن متاحة سابقا. يمكن للقارئ أن يبدأ بالتفاعل معك منذ الفصل الأول، ليس كالسابق كالرواية الكلاسيكية التي يفترض أن تنهيها ثم تنزلها للسوق ثم تنتظر تفاعلات، هذا إن وجدت تفاعلات القراء في السابق لم يكن للكاتب الإمكانية حتى أن يعرف كيف تفاعل القارئ مع الرواية، فقط من خلال المبيعات كانت تتضح أن هذه الرواية ناجحة وهذه ليست كذلك، فهذا التفاعل في الحقيقة ميزة كبيرة جدا للكاتب الحالي الذي يريد أن يخوض غمار هذا النوع من الكتابة. وحتى في الرواية الكلاسيكية
أتاحت التكنولوجيا تفاؤلا بعديا الآن في بعض المواقع كريديت وغيرها، حيث يمكن للقارئ أن يعلق عن الرواية ويبدي رأيه فيها. فهذه ميزة في الحقيقة أعتبرها ممتازة جدا، لم تكن متاحة للكتاب السابقين، ونحن فزنا بها ككتاب جدد، ونتمنى أن يتم استثمارها خير استثمار. وهنا أنتقل لسؤالك الثاني، وهو بخصوص الأدب الرقمي في المغرب. في الحقيقة أظن أنه لا زال يحبو نوعا ما، لا زال التجارب محدودة جدا جدا، على الأقل من الناحية السردية. لا أدري، من ناحية لست شاعرا ولا أتابع في الحقيقة التطورات في هذا الباب، ولكن أعتقد أن الأمر لا أن الكتاب لا زالوا مقلين جدا، لا زال أغلبهم يفضلون الطريقة الكلاسيكية. حتى في المجموعات القصصية لم ألاحظ أن أحد الكتاب مثلا خصص صفحة لمجموعة قصصية مرتقبة، بحيث يضع في كل مرة قصة قصيرة، وفي الأخير بعد أن ينتهي يجمع تلك القصص ويطبعها. حتى هذه التجربة لحد الآن لم ألاحظها. من الناحية النقدية الأمر يختلف، هناك تناول نقدي جميل في المغرب، بل بالعكس حتى التجارب العربية تتناولها هنا أفضل ربما من بعض الدول. فمن الناحية النقدية المغرب متفوق الآن حاليا. جميل جدا أستاذي. يعني ننتقل يعني إلى مضامين كتاباتك الروائية. يعني حبك لمدينة طنجة هذا يعني لا مراء فيه ولا شك، فمطلع على أعمالك يجد هذا جليا. فماذا تمثل هذه المدينة بالنسبة لك أستاذي، وكيف جعلتها قضية الكتابة والإبداع؟ وكذلك في حديثك عن السيمفونيات المعروفة تقول بأن لطنجة سيمفونيتها الخاصة، ماذا تعني بهذا الكلام أستاذ؟ في الحقيقة كما نعلم، بالنسبة لنا لمجموعة من الطنجاويين، فمدينة طنجة ليست مجرد مكان، هي روح قد لا يستشعرها البعض ويستشعرها البعض الآخر. فلو لاحظت حتى عبر التاريخ، فمجموعة من الفنانين والكتاب والمبدعين دائما كان ارتباطهم بطنجة ارتباطا غير طبيعي، فنحن لم نكن لنختلف عنهم في الحقيقة. تستشعر أن هذه المدينة تمنحك الكثير جدا من الناحية الإبداعية، فمن باب الإنصاف تحاول أنت أن تبادلها هذا الحب وهذا العطاء بعطاء أدبي، وتوصل للآخرين الذين لا يعرفون طنجة ولم يسبقوا أن زاروها مثلا، توصل لهم هذه المشاعر، بحيث يصبح ارتباطهم بمدينة طنجة أيضا روحيا ولو عن بعد. وهذا اتضح لي في الحقيقة من خلال الكتاب، ومن خلال تواصل مجموعة من القراء من دول أخرى، يعني يتمنون زيارة طنجة فقط انطلاقا من مما كتب في الرواية. فهذا الارتباط العاطفي هو معروف عموما لدى الطنجاويين، لا تفسير له طبعا، ككل المشاعر أو الحل لا أحد يستطيع أن يفسر الحب، يعني نحن نحب طنجة هكذا، يعني ولدنا فيها ونحبها، ولو أن هذا أمر نادر الحدوث في الحقيقة. في الغالب تجد المرء يحب أن يفر من مكان الولادة في الغالب، وأن يغير الوجهة. بالنسبة لنا نحن كطنجاويين لا نفضل دائما أن نعود إلى هذا الأصل. صحيح، جميل جدا أستاذي. يعني أنت خرجت عن الكتابة الروائية في مرة وكتبت كتاب من هيا إلى النجاح، هذا الكتاب الذي صدر ربما بالديار السعودية، فما الغاية التي سعى إليها الأستاذ عبد الواحد من هذا الكتاب وخرج عن المعتاد وهو كتابة الرواية؟ لا، وأنا في الحقيقة منذ مدة مولع بميدان التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصرية، هذا ولع جانبي يعني لا علاقة له بالأدب. فكنت قد كتبت مجموعة من المقالات بمواقع متخصصة في هذا الباب. في إحدى تواصلي مع أحد الإخوة من دار طويق بالسعودية، يعني اقترح علي لما لا تجمع المقالات وتطبعها في كتاب. قلت له يعني كما يقول المصريون، أنا من إيدك دي لإيدك دي. فوافق، فكان الكتاب، وكانت تجربة يعني لا بأس بها. لست متخصصا، لا أدعي التخصص إطلاقا، لكنها كانت مجموعة مقالات صدرت في كتاب هكذا بهذه البساطة. جميل جدا أستاذ. نتوقف عند هذه الكلمة تخصص، أنت يعني تقول بأن توجهك الأكاديمي يعني مغاير لإبداعاتك الأدبية،
ماذا ترد عن من يقول بأن هذا يعني دخول في ما لا شأن لك فيه، مثلا أنك تكتب في الأدب دون أن تكون لك يعني دراسات سابقة أكاديميا وتعرف بعض الأمور التي يعني يعرفها الأديب، فبما ترد أنت عن هذا؟ وكيف تدافع عن الأدب كهواية وك يعني كحب قبل أن يكون يعني تخصص؟ وأعتقد أنه لو تركنا الأمر للأكاديميين لما حظينا برواية واحدة في حياتنا في الحقيقة. فالإبداع لا علاقة له بالتكوين، وأجمل اللوحات جاءتنا من فنانين عفويين لم يدرسوا بمعاهد الرسوم ولا معاهد الفنون ولا غيرها، وأجمل الروايات جاءتنا من أطباء ودكاترة وهلم جرا من تخصصات بعيدة جدا عن الأدب. فالأكاديمي له دوره وتخصصه، وهو ليست كتابة الرواية أو القصص أو ما هو كل ما هو سردي أو حتى شعر. فهذه أمور أظن يعني هي مرتبطة ارتباطا كاملا بالموهبة والإبداع، فلا يمكن ربطها بما هو أكاديمي إلا لو كان كتابا فكريا أو متخصصا. عند ذاك سألام لأنني اقتحمت مجالا ليس لي. صحيح، جميل جدا أستاذي. يعني أنت رائد إن صح التعبير للرواية التفاعلية بالمغرب، كيف ترى المواكبة النقدية لهذه الأعمال، علما بأنه تأخرنا في يعني هذه تجربة الرواية التفاعلية والأعمال التفاعلية، فكيف ترى المواكبة النقدية لهذه الأعمال؟ كما سبق وقلت، هناك مواكبة نقدية لا بأس بها في الحقيقة من خلال مجموعة من مقالات الكتاب المغاربة أو حتى الكتب. وبالمناسبة صدر أخيرا جدا قبل حوالي أسبوع عن الدكتورة زهور غراب كتاب عن الرقمي في هذا الزمن، لا يحضرني عنوانه حاليا. يعني هذا دليل مباشر وجواب مباشر على سؤالك، أن الإنتاج المغربي في هذا الباب في الحقيقة موجود، وهناك مواكبة ومتابعة جميلة جدا. وكنت حاضرا في ملتقى الشارقة للسرد، وأجزم أن للمغاربة كلمتهم الواضحة، بل لنقل أنهم كانوا عصب اللقاء. جميل جدا أستاذي. أنت يعني في تتبعي لك عبر صفحة الفيسبوك أجد بأنك كل كتبك يمكن أن يحصل عليها القارئ عبارة عن PDF، يعني لست من تجار الكتب ولست ممن يبغي يعني الاسترزاق من هذا العمل، بما تفسر أنت هذا التوجه؟ والله هذه مسألة يعني بالنسبة لي شخصيا هو قناعة، هي قناعة أن الكاتب لا ينبغي أن يكون ربحه من على ظهر القارئ، على الأقل عربيا. دوليا نحن نعرف أن الأمور هناك على شكل بيزنس واضح جدا، القارئ يستطيع الاقتناء، الكاتب يربح مئات آلاف الدولارات، ودار النشر تستطيع الدعم. إذا هي دورة اقتصادية كاملة واضحة، لا غباش فيها. بالنسبة لنا الأمر يختلف طبعا، نعرف أن القدرة الشرائية ضعيفة، دور النشر تمنح الفتات للكاتب، فهي دورة يعني متعثرة ولا أريد أن أقول بائسة، ولكن لا تغري. فالحل ها هنا على الأقل من وجهة نظري أنا هو أن الكاتب أن لا يعول على الربح من كتابته، على الأقل في هذا الباب من طرف القارئ. أن يمنح للقارئ كل أعماله، أن تكون متاحة مجانا، من أراد أن يقتني فله ذلك وشكرا، من لم يستطع فيمكنه أن يأخذ نسخة مجانية على الأقل PDF إن لم تكن ورقية، حتى الورقي لو استطاع فخير وبركة. من الناحية المادية يعني إن كان هناك دعم من المؤسسات أو الجوائز فهذا يعول عليه عربيا ممكن، وهو ما أفضله أنا بالنسبة للكاتب إن كان ينوي يعني أن يحقق دخلا من كتاباته. فهذه هما الطريقتان اللتين أراهما سليمتان، إما مؤسسة يعني وطنية أو حتى عربية أو الجوائز. ما عدا ذلك من الأفضل أن تكون الروايات متاحة مجانا، لأن القراءة في حد ذاتها على الصعيد العربي يعني أمر نادر الحدوث. جميل جدا أستاذي. كذلك يعني
أنت تكتب الرواية وتلاحظ ربما توجه العديد من القراء وخصوصا الشباب إلى فن الرواية وقراءة العديد من الأعمال الرواية، فيعكفون على قراءتها والاستمتاع بها. فأنت بما تفسر يعني هذا التوجه، بما تفسر هذا الانجراف نحو الرواية خصوصا وفي هذا في هذه الفترة بالضبط؟ أظن أن المسألة بسيطة، يعني هي الرواية فيها متعتان، متعة الأدب ومتعة الحكي. فكلنا منذ الطفولة نعشق الحكاية ونعشق الأحداث ونعشق السرد، فالرواية تلبي كل هذه الرغبات وهذا الشغف لدى القارئ، ترضيه أدبيا من ناحية الأسلوب إن كان يحب أن يقرأ أسلوبا جميلا، ترضيه من ناحية الأحداث، قد يعيش فيها أحداثا عاشها هو أو يتعايش معها. فالرواية تلبي كل هذا الأمر، كأنك تشاهد فيلما، فقط الفرق هو أنك تقرأه ها هنا. ومن منا لا يعشق الأفلام؟ القصص القصيرة أيضا قد ترضي بعض القراء، ولكن ليس كالرواية بطبيعة الحال، لأن هناك اختلاف بالنسبة للقصة القصيرة، ليست كلها، قد لا تكون كلها حكاية، خصوصا مع التجريب وغيره هناك اختلاف. عموما أظن أن الرواية طبعا تبقى هي الأكثر إغراءا للقارئ في الوقت الحالي، كما قلت أتفق. نعم، هي الأكثر إغراءً كذلك والأكثر شهرة، يعني القراء الآن يتوجهون إلى الرواية أكثر من الكتب الفكرية وغير ذلك. يعني أستاذي، ألا نرى الأستاذ عبد الواحد السيتو أن يجرب أن يكون شاعراً يوماً ما؟ لا لا أبدا، كانت لدي محاولات فاشلة جدا في الشعر في الحقيقة. أنا ليس بيني وبينه إلا الإحسان في الحقيقة. نعم أستاذ عبد الواحد السيتو، أنت تحدثت عن الجوائز ودورها في تشجيع الكاتب، فأنت حصلت على جائزة الإبداع الأدبي، فماذا مثلت هذه الجائزة بالنسبة لك؟ وهل شجعتك على المزيد من العطاء؟ عموما ماذا تمثل الجائزة بالنسبة للكاتب؟ أعرف أن هناك اختلاف في الموضوع لدى الكتاب في الحقيقة، هناك من يرفض هذا الأمر ويعتبر أن الكتاب أكبر من الجوائز، أو أن الجوائز كأنها لا أدري بشكل من الأشكال انتقاص للكاتب، وأنه لا ينبغي أن يلهث الكاتب وراء الجوائز، يعني يعطون هذا الوصف بعض الكتاب وليس الجميع. فأنا ضد هذه الفكرة بطبيعة الحال. الجائزة بالنسبة لي هي منحة إنتاجية للكاتب كي يستطيع أن يقدم أعمالاً أخرى بهذه البساطة، بما أنه ليس لدينا منح إنتاجية، المؤسسات الحكومية لدينا لا تدعم بهذا الشكل، فأفضل طريقة تبقى للكاتب العربي هي هذه الجوائز، حيث ممكن أن يتفرغ لفترة لسنوات كي يكتب رواية أخرى ويفوز بها بجائزة أخرى، لما لا؟ وهكذا، يعني ممكن أن تصبح الكتابة احتراف في هذه الحالة فقط لدينا في العالم العربي، وهو أن تفوز بجائزة عربية كبرى مثلا، لأن قيمتها المادية تكون كبيرة، حين يمكن حتى أن تتخلى عن المهنة الموازية التي تكون لديك وتتفرغ للكتابة. فمن يرفض هذا؟ حتى المبدعين في الحقيقة إن قال أنه يرفض هذا فالمسألة فيها شك في الحقيقة. نعم، يعني أستاذي كذلك نعود دائما ونقول بأنك كنت ربما في المغرب حاليا أكثر من يعني قام بتجربة الرواية التفاعلية وعرفت يعني ثمراتها، فأي ثمرات يجني القارئ والكاتب في نفس الوقت من العمل التفاعلي، وكيف ترى مستقبله في المغرب؟ أظن أول ثمرة في الحقيقة تقطف، وهو أننا نستدرج القارئ الذي لم يسبق له أن قرأ عملاً إبداعياً من قبل، من مواقع التواصل ندخل لمواقع التواصل ونستدرجه لعالم الأدب، فهذه مسألة لم تكن مسبوقة سابقاً، لم تكن موجودة سابقاً، هذا التوريط للقارئ فيما هو إبداعي أتاحتها مواقع التواصل والأدب الرقمي، فهذه تحسب له في الحقيقة. بالنسبة للمستقبل أظن أنه لا زال أمامنا ما يمكن أن نقدمه في هذا الباب، فوسائل ما دامت الوسائل التكنولوجية تتطور فأكيد
سيتطور معها الكتاب، ليس جميعهم، ولكن من يرغب في دخول غمار هذه المغامرات سيكون أمامه الكثير والكثير. نحن نتحدث الآن عن الذكاء الاصطناعي، عن الهولوغرام، عن الأبعاد الثلاثية، عن وعن وعن، وبالتالي طبعا سيكون للأدب نصيب من كل هذا. نعم صحيح أستاذي، يعني كذلك يعني أستاذي أنت شاركت في العديد من المرابر الإعلامية حول الرواية الرقمية، ما هي الرسالة التي دائما تحملها وتريد أن توجهها للقارئ وللكتاب عموما؟ أهم شيء في هذا ما أريد أن أوصله أنا هو أن يصبح القارئ إيجابيا وليس سلبيا كما كان في السابق. في السابق كان يتلقى القارئ العمل ويضعه جانبا بعد أن ينهيه وينتهي الموضوع. الآن لا، الآن أصبح للقارئ كلمته، وهدمت الأبراج العاجية، وأصبح ممكنا اللقاء بين الكاتب والقارئ في أي لحظة، وقد يفيدك القارئ كما أفدته أنت. فهناك أشياء كثيرة جميلة جدا في هذا الأدب التفاعلي حدثت معي ولا زالت تحدث في كل تجربة. صحيح أستاذي، كذلك نتحدث عن العلاقة بين الكاتب والقارئ، يعني في علاقاتك البسيطة مع القراء هي علاقة لطيفة جدا، بما تفسر هذه العلاقة مع القراء ويعني الحديث معهم والتقرب إليهم وكذلك تشجيعهم على القراءة وكذلك تكون معهم علاقة لطيفة جدا، بما تفسر هذا؟ أعتقد أن هذا هو المفترض أن يكون في الحقيقة، لكن طبعا كما قلنا في الأجواء السابقة كان هناك الكاتب الذي يجلس في برجه العاجي، وهناك القراء في الأسفل الذين يتلقون منه العمل، فيبقى دائما في مكانة في الحقيقة يستحقها طبعا، ولكن تضع بينه وبين القارئ صدعا كبيرا، فلا يستطيع التواصل معه، لا القارئ يستطيع التواصل معه ولا هو يستطيع التواصل معه. بالنسبة لي كما قلت لك، أنا ابن حي شعبي وابن مدينة ذات طابع خاص، فأنا أحب الترفيه، أحب الفكاهة، أحب كل ما هو إيجابي، فأتفاعل مع قرائي بنفس الطريقة، يعني كأصدقاء. أنا أحب أن أسميهم أصدقاء في الحقيقة وليس حتى قراء، وأحب أكثر أن أستفيد منهم يعني، وهذا طمع مني، أحب أن أسمع منهم وأن أستفيد أيضا منهم كما ربما لعلهم استفادوا يوما من أعمالي. نعم كذلك أستاذي، أنت لم تحدثنا عن أول عمل روائي، كيف جاءت ظروفه وكيف تجرأ الأستاذ عبد الواحد السيتو على أن يخوض تجربة الكتابة الروائية؟ أول تجربة كانت هي على بعد مليمتر واحد فقط، وكانت تجربة تفاعلية، يعني أنا لم أكتب الرواية الكلاسيكية سابقا، ويصعب علي ذلك جدا، طبعي والنفس ليس لدي نفس طويل لكتابة الرواية، فجاءت الفكرة على شكل قصة قصيرة في فيسبوك، كما بنفس الطريقة التي لاحظتها بالتفاعل مع القراء، وضعت قصة قصيرة غير مكتملة، تفاعل مع القراء، فجاءتني الفكرة. وأنا دائما كنت أفكر أن أكتب رواية مختلفة، يعني الروايات في السوق بالمئات والآلاف، فإذا كنا سنقدم عملا جديدا فليكن مختلفا وليكن فيه قيمة مضافة. هذه القيمة المضافة عثرت عليها في فيسبوك، فكانت التجربة. نعم أستاذ، يعني كذلك مجموعة من الأعمال، ونتحدث عن توقيع الآن كتاب أو رواية الديبة، هل هناك من أعمال مستقبلية يعمل عليها الأستاذ عبد الواحد السيتو؟ هناك رواية حاليا انتهينا من الجزء الأول منها، وهي رواية في حضرتهم، هي رواية تفاعلية مشتركة مع الكاتبة السودانية آن الصافي المقيمة بالإمارات. الرواية حاليا هي قيد الطبع بالأردن، وستوزع عربيا، نعم عنوانها في جميل، حضرتهم. نعم جميل أستاذي، يعني فكرة استغلال الفيسبوك وعدد الكلمات التي يقرأها حقيقة المدمن على الفيسبوك تبلغ الآلاف يوميا أو المئات إن لم نريد أن نبالغ، فاستغلال هذا الإدمان على الفيسبوك وجر القراء إلى الأدب هو هدف محمود وغاية محمودة سعيتم إليها من خلال
الرواية التفاعلية. أنا يا أستاذي نتحدث عن الرواية التفاعلية، هل الفيسبوك وحده والتطبيقات الإلكترونية وحدها من تحقق هذه الغاية، أم أن هناك يعني رؤية مستقبلية لتطبيقات جديدة تتيح مجموعة من الخصائص التي لا توجد في فيسبوك أو بعض التطبيقات مثلاً؟ ربما الموجود حاليا هو الذي تحدثنا عنه، لكن كما قلت لك قبل دقائق هناك آفاق مستقبلية رهيبة في هذا الباب. التطور التكنولوجي يفاجئنا كل يوم بمستجد، ربما بعد 5 سنوات أو عقد على الأقل يصبح فيسبوك مجرد فكرة ويصبح تاريخا. فأمامنا الذكاء الاصطناعي، أمامنا الأبعاد الثلاثية، أمامنا الهولوغرام، أمامنا وأمامنا أشياء كثيرة جدا. فأكيد أننا سنعيش أيضا تغييرات أخرى، لهذا مطلوب من الكاتب العربي عموما أن يساير هذه لا نسميها موجة لأنه تطور طبيعي، سنة من سنن الله في خلقه وكونه. فأظن أن مسايرة هذا التطور الذي سيفاجئنا بالتأكيد بأشياء أخرى هو مطلوب جدا، مثلما مطلوب في جميع المجالات، مطلوب من الكتاب أن يحاولوا مسايرته. هل تقول بأنه يوما ما ستكون الرواية الكلاسيكية والعمل الكلاسيكي في غيابات الماضي، وستكون الرواية التفاعلية هي الأولى وهي يعني في صدر الأعمال؟ يعني نقول الرواية التفاعلية هل ستقوم مقام الرواية الكلاسيكية مستقبلا والآن أيضا؟ نوعا ما لا أحب هذا ما يشبه الصراع بين الأمرين، فهو ليس صراعا، هو مسألة تكميلية وتواصلية، يعني نحن نواصل ما بدأه غيرنا. لحد الآن لا زال هناك من يقرأ للمنفلوطي، لحد الآن لا زال هناك من يقرأ لنجيب محفوظ. لن تنقرض الروايات الكلاسيكية، لكن من المؤكد أن الرواية الرقمية ستضع لها موطئ قدم واضح في المسار الإبداعي العربي والعالمي. فلاحظ معي أن جيل هذا الجيل يختلف جدا عن الأجيال السابقة. هذا الجيل لا يشتري الجرائد بالمطلق تقريبا، أو على الأقل 1 أو 2% منهم من يشتري الجرائد. متى كانت آخر مرة اشتريت جريدة أنت يا صديقي؟ لم نعد نشتري الجرائد الآن. جميل، إذن والجيل الذي بعدك سيكون يعني حتى لا يعرف هذا الاسم، ربما يفاجأ من كلمة جريدة. إذن ها نحن قد تخلصنا من الورق من الناحية الإعلامية، فحتى من الناحية الإبداعية هذا الأمر تدريجيا جيل وراء جيل ربما ستصبح الروايات الكلاسيكية نادرة جدا، ويصبح الأدب هو هذا التفاعل، هو هذه الكتابات السريعة على مواقع التواصل. وسواء أحببنا هذا أم كرهنا فالمستقبل ينبئ بهذا. جميل أستاذي، يعني لفتة أخرى أريد أن أذهب إليها هو أن لك العديد من الأعمال، هل يمكن أن تعطينا أفكار وربما تشجيعات للقراء على الاطلاع على هذه الأعمال، بدءا من رواية على بعد مليمتر واحد، ما مضمونها وما يعني فكرتها الأساس لكي يطلع عليها القراء ولنشجعهم على الاطلاع على هذه الأعمال؟ طيب، على بعد مليمتر واحد فقط، أبو زهرة ليزا لديها عنوانان. هي رواية تحكي قصة شاب من مدينة طنجة اسمه خالد، يعيش ما يعيشه شباب اليوم من إحباطات ونجاحات وآمال إلى آخره. يتعرف على فتاة عن طريق فيسبوك نفسه، تقع بينهما محادثة، تتحول هذه المحادثة إلى ما يشبه الحب، فيلتقيان في طنجة، تحضر هي من بلجيكا، يلتقيان في طنجة، تكون هناك لوحة مسروقة من المتحف الأمريكي، وهي عنوان الرواية، هي لوحة الموناليزا المغربية أو زهرة ليزا، صاحبتها الزهرة، اللوحة موجودة فعلا في المتحف الأمريكي، صاحبتها موجودة فعلا وتعيش حاليا في أمريكا. رسمها الفنان سكوتلاندي جيمس باكبي في الخمسينات عندما كان عمره 15 سنة وكانت تشتغل لديه. فاللوحة موجودة فعلا، يعني الرواية تنطلق من لوحة موجودة فعلا في المتحف الأمريكي، وهذا تشجيع على زيارة المدينة وعلى تشجيع وعلى زيارة المتحف والاطلاع على مآثر هذه المدينة. بعد ذلك تتطور الأمور إلى مما هو رومانسي إلى ما هو بوليسي،
تسرق اللوحة ويطاردها البطل من أجل استرجاعها لمدينة طنجة، والباقي نتركه كعقدة من أجل تشويق القارئ للاطلاع على الرواية أكثر. نعم، يعني كذلك لفظة زهرة ليزا، هذه من ثمرات إشراك القارئ. ربما كان هذه اللفظة وهذا الاسم من اقتراح بعض القراء وأنت تشركهم في روايتك أثناء الكتابة. صحيح فعلا، هو أحد القراء المختار الدويب اسمه، يعني هو علق ومضى، قال لا أدري كيف اقترحها حينها، يعني قال زهرة ليزا، أعجبني الاسم جدا، معبر قصير تجاري يخلد في الذهن، فكان ما كان، ويعني وأنا دائما أدين له بهذا الفضل وأذكره باعتباره كان ممن ليس ممن بل هو من اختار هذا العنوان الفرعي في الحقيقة. نعم، يعني عمل آخر هو تنجو، ما مضمون هذا العمل؟ تنجو هي رواية على شكل تطبيق ذكي تفاعلي، كنت أتمنى أن يحمل خصائص كبيرة جدا، لكن نظرا لعدة عراقيل تقنية ومادية فالعمل كان بسيطا، فقط كانت التعليقات متاحة. يحكي قصة فتاة بطنجة دائما، المكان هو طنجة دائما، فتاة ذات إعاقة لا تملك لا يدين ولا رجلين، فقط لها أصبع واحد تواجه به العالم، تتعرض للاغتصاب من طرف 3 أشخاص، ينقذها شخص مهاجر إفريقي يقيم بطنجة اسمه مصطفى، فتتطور العلاقة بينهما وتظهر علاقات أخرى هناك متشابكة، وتقاوم هي هذا الحدث الصعب جدا بطريقتها، بحيث ترسم شخصية كرتونية وهي التي اسمها تينجو، لشخص لا يملك يدين ولكنه يستطيع أن يقوم بالمعجزات بقدميه فقط، تتطور الأمور وتنجح الشخصية الكرتونية وتسافر هي إلى إسبانيا والبقية تأتي. نعم، جميل جدا. يعني أستاذي، أعمالك دائما تدور أحداثها في طنجة، وهذا كما قلت في السابق جعلت طنجة قضية للكتابة والإبداع. هل من يعني نصائح تقدمها للقراء أثناء قراءتهم للرواية وكذلك للكتاب وتجار الثقافة والإبداع؟ في الحقيقة أنا أؤمن أنني لست أهلا للنصيحة، ولكن إن كان هناك من شيء أقوله وهو أن على كل كاتب أو شخص يرغب أن يحترف الكتابة يوما أن يكتب بصدق، أن يكتب ما يشعر به ويحس به ولا يفتعل، كل ما هو صادق يصل من القلب إلى القلب، عدا ذلك هو مرهون بالفشل في الحقيقة. جميل جدا. هل مهنة الأستاذ عبد الواحد السيتو أنه كاتب فقط أم أنه لديه مسائل أخرى تورثه ذلك الإلهام في الكتابة؟ في الحقيقة المهنة التي لدي لا تورث الإلهام، يعني أنا صحفي، صحفي مهني بجريدة إسبريس الإلكترونية، فمهنة الصحافة طبعا هي مهنة متعبة وهي مهنة قريبة من الأدب، لكنها تلتهم الأديب، فعندما تقضي 8 ساعات أمام شاشة الكمبيوتر تحرر وتكتب عندما تنتهي لا يبقى لديك نفس لكي تكتب من جديد إبداعيا، فهي من الناحية الإبداعية على عكس ما يبدو هي صعبة جدا، فربما العمل اليدوي قد يشجعك على الإبداع أكثر، يعني لو كانت لدي مهنة بناء أو إسكافي أو أي مهنة أخرى، عندما تنتهي منها تعود للبيت تريد أن تلخص ما مضى في اليوم أو ترتاح من تعب الجسد ترتاح به لتعب العقل، فتذهب لتبدع وتكتب، أما عندما تقضي كل اليوم أمام الحروف فتبقى المسألة الإبداعية فعلا مرهقة جدا. نعم صحيح أستاذي، يعني كان لنا شرف استضافتك ومبادلتك هذا الحوار اللطيف والجميل، فأشكرك على قبولك للدعوة، ونرجو العفو، أن نكون قد يعني قربنا متابعينا من بعض أعمال الأستاذ عبد الواحد السيتو وعن تجربة الرواية التفاعلية التي لا زالت يعني في مراحلها الأولى، وليس القراء جميعهم يعرفون هذه التجربة، فنرجو أن يطلع متابعونا على هذه الأعمال وعلى هذه التجربة. فأشكرك شكرا جزيلا أستاذ الواحد سيتو على حضورك معنا في هذا اللقاء ضمن سلسلة ممتعة.
العفو صديقي رشيد، شكرا لك، شكرا على طيب أخلاقك وحسنها، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة، وشكرا لمؤسستكم، ونتمنى لقاء قريبا بحول الله. إن شاء الله تعالى أستاذي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم متابعين على تتبعكم لهذا اللقاء، على أمل لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله. ضمن سلسلة مبدعون دائما مع مبدعون كتاب شعراء ومفكرون، فشكرا جزيلا على حسن تتبعكم، إلى اللقاء، أضرب لكم موعدا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذي. شكرا.